الآن ننتقل لموضوع جديد ألا وهو الجدول الدوري أو ما يسمى بالبيريودك تيبل. لما بنحكي بالبيريودك تيبل هو عبارة عن الجدول اللي سبق أو شفناه، اللي هو الجدول الموجود عندي بهذه الطريقة اللي بتتوزع في الذرات. طبعا طريقة توزيع الذرات بالعادة بتم حسب الأتوميك نمبر، تمام؟ زي ما بنشوف هنا مثلا عندي الهيدروجين واحد، بعدين هيليوم اثنين، ثلاث، أربعة، إلى حد ما نوصل لآخر الجدول، الآخر الجدول الدوري. الآن العناصر اللي موجودة في الجدول الدوري مقسمة إلى إما مجموعات اللي إحنا بنسميها groups، ومقسمة إلى periods اللي هي عبارة عن صفوف. وكذلك الأمر مصنفة إلى metals و non metals. نيجي نتعرف على كل واحدة من الأشياء اللي حكيناها. أولاً لما بحكي groups فأنا بحكي عن المجموعات، فأنا في عندي عناصر المجموعة الأولى اللي هم الموجودين بالعمود الأول، عندي عناصر المجموعة الثانية، ننتقل هذول خليهم شوي على جنب، بعدين عندي عناصر المجموعة الثالثة، عندي عناصر المجموعة الرابعة، عناصر المجموعة الخامسة اللي هم مسمينهم هنا 1A 2A 3A 4A 5 6 7 و8A اللي هي عناصر المجموعة الثانية. الآن كل العناصر اللي بتكون بنفس المجموعة تقريبا بيكون في إلها نفس الخصائص، لأنه زي ما راح نتعلم بالشباتر الجاي بيكون إلها نفس عدد الإلكترونات اللي موجودة في المدار الأخير، واللي هي بتحدد لدرجة كبيرة خصائص هذه الذرات. فلما بحكي بالمجموعة الثامنة فهذا بيدلني إنه عندها بالمدار الأخير 8 إلكترونات. لما بحكي بالمجموعة السابعة فهم هذول العناصر اللي موجود عندهم في المدار الأخير 7 إلكترونات. لما بحكي بالمجموعة الأولى فهم اللي بينتهوا بإلكترون واحد في المدار الأخير. عناصر المجموعة الثامنة هذول اللي هم بسموهم النوبل جازز، اللي هم الغازات النبيلة أو اللي هي الغازات الخاملة، تمام؟ زي الهيليوم، النيون، الأربون، الكريبتون والكسينون. عناصر المجموعة السابعة، طبعا نحفظ الاسم هذا نوبل جازز، دائما عناصر المجموعة الثامنة. الهالوجينز اللي هم عناصر المجموعة السابعة بنسميهم هالوجينز، زي الفلور، تمام؟ زي الكلور أو فلورين، كلورين، برومين، أيودين. عناصر المجموعة الأولى ما عدا الهيدروجين هذول بنسميهم ألكاي ميتال. عناصر المجموعة الثانية هذول بنسميهم الألكاين إيرث ميتلز. هذول التسميات لازم نحفظهم. فممكن تنسأل في الامتحان انه يحكي لك مثلا في عندي عنصر موجود مثلا في المجموعة الأولى، تمام، موجود في الدورة الثانية بالبيريود رقم 2 يعني بالسطر الثاني، فهذا ايش تصنيفه؟ فلازم اعرف انه هذا هو عبارة عن ليثيوم الاي، فبالتالي الليثيوم من الالكالاين ميتلز. اذا كان بمجموعة ثانية الكالاين او الالكالاين ايرث ميتلز، إذا كان موجود عندي بالمجموعة السابعة فهذول عبارة عن هالوجينز، المجموعة الثامنة هذول عبارة عن النوبل جازز. الآن العناصر الموجودة بالوسط، تمام، هذول بنسميهم ترانزيشن ميتلز، ترانزيشن ميتلز، ونحفظ هذا الاسم. أي عنصر بيكون موقعه في هذا البوكس هذا بنسميه ترانزيشن ميتلز. عندي كمان هذول السطرين اللي هم بنلاحظ هون لما نوصل ل 57 في عندي علامة ستار، علامة الستار هاي بتدلني انه لازم اروح اكمل بالسطر اللي تحت، كذلك الامر هون لازم اكمل بالسطر اللي تحت 89 نوصل هنا ل 90. هذول اللي بنسميهم اللانثانايتس والاكتانايتس، فهذول برضه لازم نحفظ الاسماء تاعتهم، ولكن هذول راح قليل استخدامهم، تمام، ما راح نتعامل معهم بشكل كبير. العناصر اللي حنتعامل معها بشكل اكبر هي العناصر الموجوده بالبلوك هذا اللي عندي اللي بي 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 بالحجم الكبير. الشغلة الثانية اللي بنعرفها اللي هي تصنيف هذه الذرات حسب الميتالز، مين منهم ميتالز ومين منهم نون ميتالز. كل شيء داخل هذا الشيء اللي معلم بالاسود، تمام، يعني اللي هم العناصر هاي كلياتها اللي موجودة عندي هون هذه كلياتها بنسميها ميتالز، واي شيء خارج هذا التصنيف اللي هم موجودين عندي بهذا البلوك، تمام، وبالاضافه للهيدروجين هذول بنسميهم النون ميتالز، تمام، نحفظهم هذول، تمام، نحفظ على الاقل شو الاشياء الميتالز وشو الاشياء النون ميتالز. في عندي دائما خط هون، هاي الاشياء الموجوده على اليمين هي عباره عن نون ميتالز، كل شيء باقي هو عباره عن ميتال باستثناء الهيدروجين، باستثناء الهيدروجين.
فالتصنيفات الأساسية زي ما حكينا في الجدول الدوري هي الميتالز، النون ميتالز، الجروبس، تمام، اللي هي المجموعة، وزي ما حكينا الإليمنتس اللي بتكون موجودة بنفس العمود، هذول بيكون لهم نفس الكيميكال بروبرتيز، لهم حتى نفس طريقة التفاعل. البيريودز اللي هم الإليمنتس اللي بيكونوا عندي موجودين في الأسطر. وزي ما حكينا، حكيت أنا إنه المجموعة، تمام، بتمثل لي اللي هي عدد الإلكترونات في المدار الأخير، لكن السطور هاي اللي هي البيريودز بتمثل لي اللي هي عدد الأوربيتالز اللي موجودة فيها الإلكترونات. فهذا موجود في اللي هو أوربيتال واحد، هذا موجود في اللي هو تو أوربيتالز، هذا موجود الإلكترونات الإلكترونات موجودين بالأوربيتال رقم ثلاثة اللي هي الإلكترونات في المدار الأخير. ورح نيجي بالشباتر نحكي عن هاي الأمور بالتفصيل. الآن العناصر زي ما حكينا اللي موجودة في المجموعة الثامنة، هاي بيكون عندها 8 إلكترونات. دائما برضو من الشغلات الأساسية بالكيمياء نفهم إنه العناصر جميعها بتحاول إنها تدور توصل لمرحلة من الاستقرار، ومرحلة الاستقرار عند هاي الذرات تعني بإنه أنا يكون في عندي في المدار الأخير دائما إلكترونات ممتلئة، يكون عندي المدار ممتلئ. ومعنى ممتلئ بمعنى بسيط انه يكون مثلا عندها 8 إلكترونات في المدار الاخير، باستثناء الهيدروجين والهيليوم يكون في عندهم فقط الكترونين في المدار الاخير. فعشان هيك هذول ليش بنسميهم النوبل جازز او الغازات الخامله، لانه اوريدي موجود في عندهم 8 إلكترونات في المدار الاخير، فهم مش بحاجه انهم يعملوا اي تفاعل او اي تغيير عليهم حتى يوصل لمرحله الثمانيه، لانه اوريدي واصلينهم الى مرحله الثمانيه. العناصر الموجودة في المجموعة السابعة عندها 7 إلكترونات، فهي دائما بتفضل انها تكسب الكترون عشان يصير في عندها 8. من المجموعة السادسة عندها 6 إلكترونات في المدار الأخير، فدائما بتفضل انه يكون في عندها الكترونين، تكسب الكترونين. هون تكسب 3 إلكترونات، بينما العناصر المجموعة الأولى والعناصر المجموعة الثانية، عناصر المجموعة الأولى عندها في المدار الأخير 1، فهي أسهل انها تفقد هذا الواحد من انها تكسب 7. المجموعة الثانية كذلك الأمر أسهل إنها تفقد إلكترونين، لأنه عندها إلكترونين في المدار الأخير. هذا الإشي بفسر لي اللي هي الشحنة اللي بتحملها هذه الذرات. فنحاول نحفظ إيش هاي الأرقام. الألكالين ميتالز حكينا هدول في المجموعة الأولى، فدائما عناصر المجموعة الأولى بتكون التشارج تاعتهم 1. ليش 1؟ لأنه زي ما حكينا هم بالمجموعة الأولى، فعندهم إلكترون 1 فقط في المدار الأخير، هم دائما بيفضلوا إنهم يفقدوا هذا الإلكترون. واتفقنا سابقا إنه اللي بيفقد إلكترون بنعطيه شحنة موجبة، وبنعطيه اللي هو عدد الإلكترونات اللي بيفقدها. بالمجموعة الثانية عندي إلكترونين في المدار الأخير، فهو يفضل إنه يفقد إلكترونين، فبتكون بالعادة شحنتهم موجب 2 لما يتفاعلوا مع ذرات ثانية. الهالوجينز اللي هم عناصر المجموعة السابعة حكينا عندهم 7 إلكترونات، دائما بفضلوا انهم يكسبوا الكترون، فعشان هيك بتكون شحنتهم سالب 1. اذا كان عندي بالمجموعه السادسه بده يكون عندي سالب 2، تمام، وهكذا. بالنسبه للنوبل جازز اللي هم عناصر المجموعه الثامنه، حكينا هذول اوريدي موجودين في مرحله الاستقرار، فهم عندهم الشحنه تاعتهم دائما بدها تكون 0. الآن الموضوع الجديد اللي بهذا الشابتر، راح نتعلم كيف نسمي المركبات، وهذا من الأشياء اللي بتيجي عليها أسئلة بشكل متكرر، سواء كان بامتحان الميد أو سواء كان بامتحان الفاينل. الآن كل شيء راح نحكيه بيعتمد على حفظ، تمام. راح يكون في عندي جداول في أسماء لازم نحفظها بصم، تمام، لأنه هاي هي الشيء الوحيد اللي خليك تكون قادر على إنك تسمي المركبات اللي راح نحكي عنها. طبعا طبيعة المركبات رح نحكي عن باينري كومباوندز، ولما بحكي عن كلمة باي باينري، تمام، مقصود فيها انه بتتشكل من تو اليمنتس. التو اليمنتس هذول ممكن يرتبطوا على شكل ايونيك، وحكينا بالمرة اللي فاتت انه ايونيك بيكون في عندي ذرتين، واحدة عليها شحنة موجبة وواحدة عليها شحنة سالبة. بمعنى اخر انه في عنصر بده يفقد الكترون وفي عنصر بده يكسب الكترون. بينما لما بنحكي عن كوفيلنت كومباوندز اللي هم اللي بتشاركوا بالالكترونات، بحيث انه ما بيصير في عندي عملية فقدان للالكترونات، ولكن فقط بيصير في عندي تشارك او تساهم بالالكترونات. نبلش بأول نوع الباينري ايونيك كومباوندز. لما بنحكي ايونيك كومباوندز هم بيكونوا عبارة عن ميتال، واحدة من العناصر الميتال مع واحدة من العناصر النون ميتالز. بمعنى آخر هذول حسميناهم النون ميتالز، فواحد من العناصر هاي
تشبك مع واحد من العناصر الموجودة عندي هون اللي هم مثل هذه بنسميها ايونيك، بنسميهم ايونيك ايونيك كومباوند. الكوفالنت كومباوند اللي هم يشبك عندي نون ميتال مع نون ميتال، هذول بنسميهم اللي هم الكوفالنت الكوفالنت كومباوند، ورح نيجي نتعلم تسمية كل مجموعة من المجموعات. نبلش بأول نوع، وأول نوع بنحكي فيه عن الباينري ايونيك كومباوندز اللي هم راح نسميهم تايب 1. في عندي قواعد، وزي ما حكيت في عندي أسماء بدي أحفظها، وبناء عليها بنسمي هاي المركبات. أول قاعدة بتحكي لي لما بيكون في عندي ايونيك كومباوندز، ونرجع نتذكر ايونيك كومباوندز يقصد فيها إنه أنا في عندي ميتال مع نون ميتال. الكاتايونز دائما يسمى، تمام، بالاسم الاصلي تاعه، ويسمى دائما هو بالاول، ومن ثم بنسمي الانايون. بالنسبه للكاتايونز اللي بيكونوا مونو اتوميك كاتايونز، يعني بس فيهم ذره واحده، بنسميهم بالاسم الطبيعي تاعهم. رح نيجي نشوف، يعني لما بحكي زي NA عباره عن صوديوم بسميها صوديوم، ولما يكون عندي مونو اتوميك ايون يعني فيها بس ذره واحده بنسميها بنفس الاسم، ولكن بناخذ الاصل او الجذر تاع هذا الاسم بانه نحذف اخر حرفين او ثلاث وبنضيف عليها اي دي اي. عشان نفهم نيجي نشوف هذا الجدول عندي هون، هذا اللي هو الكومون مونو اتوميك كاتيون اند انايونز. اذا كان عندي في المركب موجود عندي على سبيل المثال هيدروجين، فهذا بنسميها زي باسمها الاصلي هيدروجين. اذا كان الهيدروجين هاي عليها شحنه سالبه فصارت انايون. بحاله الانايون راح نروح نشطب اللي هم اخر اربعه في الاصل، او الجذر تاع كلمه هيدروجين هي هايدرو، تمام، او هايدر، وبعدين بنروح نحط عليها اي دي اي فبتصير هايدرايد. اذا كان في عندي اف ماينس مثلا انايون، هذا اسمه فلورين، بنروح بنشيل اخر ثلاث احرف فبنسميه فلورايد. نفس الشيء كلورايد، برومايد، ايودايد، تمام. اوكسجين بتصير اوكسايد، سلفر بتصير سلفايد، نيتروجين بتصير نيترايد، فوسفورس بتصير فوسفايد. فهذول لازم احفظهم، تمام. بالنسبه للكتان زي ما حكيت العنصر اسمه بضل زي ما هو، مثلا الاي هي عباره عن ليثيوم بضل اسمها ليثيوم، ان اي صوديوم بضل اسمها صوديوم، كي بوتاسيوم، سي اس سيزيوم، بريليوم، مغنيسيوم، كالسيوم، باريوم، ألمنيوم. هذول هم من أشهر الكاتيونز والأنيونز اللي راح نتعامل معهم في تسمية المركبات العضوية. الآن نأخذ مثال، إذا كان في عندي باينري كومباوند تايب 1، وتايب 1 زي ما حكينا يقصد فيها إنه في عندي بس كاتيون وأنيون، بتشكل الكاتيون من ذرة واحدة والأنيون من ذرة واحدة. ففي عندي KCl، دائما الكاتيون تمام بيكون بالأول، فبنبلش فيه بالتسمية، فكي هي عبارة عن بوتاسيوم فبكتب كلمة بوتاسيوم، السي ال عبارة عن كلورين بس هون جاي على شكل سي ال ماينس فهي عبارة عن انايون، فبنسميها حكينا كلور، وبعدين بنشيل الاخر ثلاث احرف وبنضيف اي دي اي فبصير اسمه هذا بوتاسيوم كلورايد. ام جي بي ار 2، ام جي هي عبارة عن مغنيسيوم تمام، البي ار عباره عن برومين، ولكن كونها ان انايون بنسميها برومايد. الرقم اللي هون بهاي الحاله فقط ما بهمني لما يكون في عندي اللي هو تايب 1. سي اي او هذا عباره عن كالسيوم فبكتب الكالسيوم بدون ما اعدل عليها اي شيء، الاو تمثل لي اوكسجين بنشيل اخر ثلاث احرف او اربع احرف اللي هي بناخذ الروت تاع الاوكسجين اللي هو اوكسي تمام، وبنحط اي دي اي فبصير عندي كالسيوم اوكسيد، كالسيوم اوكسيد. هذا بالنسبة لتايب 1. الآن نيجي نحكي عن تايب 2، وتايب 2 بنحكي عن الميتلز تمام، بنحكي عن ميتلز وبالذات الميتلز اللي بيكونوا من النوع تاع الترانزيشن ميتلز تمام. بهاي الحالة رح نستخدم نفس الطريقة اللي استخدمناها بتايب 1، ولكن رح نروح نستخدم رومان النيوميرالز اللي هم الارقام الرومانيه، بحيث اني احدد الشحنه اللي موجوده على هذا الميتال. فهذول هم الترانزيشن ميتالز، الكومن ترانزيشن ميتالز. ايرون تام اف اي اللي هو الحديد، ايرون كونه عليها شحنه ثلاث فلازم احط بين اقواس اللي هو الرقم ثلاث بالروماني.
طبعا ليش بنستخدم هذا الترقيم؟ لانه زي ما بنلاحظ الايرون ممكن يكون 3 وممكن يكون 2، وهذه فقط خاصيه بالترانزيشن ميتالز اللي هم العناصر اللي حددنا مكانهم في الجدول الدوري، اللي هم العناصر الموجودين هون. عناصر المجموعه الاولى وعناصر المجموعه الثانيه دائما دائما عناصر المجموعه الاولى موجب 1 وعناصر المجموعه الثانيه موجب 2، فبالتالي ما في داعي اني اعرف هذا الرقم. ولكن بالنسبه للترانزيشن ميتال التشارج بتختلف، فبالتالي لازم اكون عارف شو تشارج، فلازم احدد اذا كان في عندي ايرون 3 ولا ايرون 2. كذلك الامر هل في عندي سي يو تمثل لي اللي هو النحاس الكبر، هل عندي كبر 2؟ اذا في عندي كبر 2 لازم احط بين قوسين رقم 2. اذا كان في عندي على سبيل المثال زي 10 اس ان 4، فالرقم بالروماني اللي هو 1 بعدين في او اي بعدين في، تمام، هذه يمثل لي 4. رقم 5 طبعا اذا بنشيل الواحد هذا بصير رقم 5. طبعا رقم 6 بنصير نضيف بعد هاي الفي لحد ما نوصل للي هو 9. فهاي هي تسمية المركبات لما بيكون في عندي الترانزيشن ميتالز. ناخذ امثلة. عندي هنا CuBr الا وهي كبر برومايد، الكبر من الترانزيشن ميتالز، فلازم احدد التشارج تاعته. طيب كيف بدي اعرف انه الكبر هذا 1؟ احنا زي ما تعلمنا البي ار من الهالوجين الشحنه تاعته زي ما شفنا بالجدول، حكينا في عندي اللي هم هذول نحاول دائما نحفظهم اللي هم الالكالين ميتال، تمام، موجب 1، هذول موجب 2، الهالوجين دائما ماينس 1. وحاول لما نيجي نحفظ اسماء اللي هم الانايونز هون نحفظ الشحنه تاعتهم. والمركب كايونيك كومباوند كله الموجب مع السالب لازم تكون شحنته بالنهايه صفر، فبالتالي اذا كان في عندي ليثيوم مع لازم يكون معها 1 من الفلور، اذا كان مثلا عندي بيريليوم هاي شحنتها 2 عشان تصير متعادله، مثلا بدي 2 من السيال، فانا بناء على شحنه واحده منهم اللي انا بعرفها ممكن اعرف شو شحنه الثانيه. فدائما الهالوجين شحنتهم سالب 1، الاوكسايد اللي هي كي راح تيجي معنا شحنتها سالب 2. فاذا بنرجع للتايب 2 اللي كنا نحكي عنهم الامثله، عندي بي ار، البي ار انا بعرف انه شحنتها سالب 1، فاكيد الكبر هاي عشان يكون المركب هذا متعادل، تمام، بده يكون في عندي هنا اللي هي عباره عن موجب 1، فحطيت كبر 1 برومايد. اف اي اس زي ما شفنا من الجدول، الاس هي عباره عن سلفايد، سلفايد زي الاوكسايد شحنتها سالب 2، فاكيد الايرون هذا بده يكون ايرون 2. الاوكسايد عندي بس هنا اوكسايد مضروبه ب 2، كل اكسجين شحنتها سالب 2 مضروبه ب 2 فشحنتها سالب 4. البي بي هذا اللي هو عنصر الليد، فبنكتب ليد 4 اوكسايد. مرة ثانية ليش 4؟ لأنه أنا هون في عندي الأوكسيد، الأكسجين الواحدة بماينس 2 زي ما شفنا بالجدول تاع الأنايونز، تمام؟ فكونه في عندي منها تنتين، فكونه عندي منها تنتين من الأوكسيد في عندي هون 2، فالشحنة بدها تكون سالب 4، فبالتالي بنحط اللي هو أمام العنصر بالاسم بنحط رقم 4. بالامتحان